أنتقل للمحور الرابع والأخير ونتحدث فيه ونعود فيه لحديثي حول تطوراتي في الضفة الغربية، وأرحب بالخبير العسكري اللواء واصف عرقات. لواء واصف مساء الخير. مساء النور، تحياتي. لواء واصف، سأعود، نعلم أن غزة ضاغطة، لكن ما حدث في جنين ونابلس اليوم يضع تساؤلات مهمة حول كيف سيكون شكل التطورات في الضفة الغربية في الأيام المقبلة مع هذا التوغل المستمر للاحتلال، محاولة الاتيان بالشباب المقاوم في الضفة الغربية، وما مصير كل هذه التطورات تحديدا في جنين ونابلس وطول كرم. يعني أخي محمد، أنت تعرف أنه الضفة الغربية هناك تداخل بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، بين الفلسطينيين والمستوطنات، بين الفلسطينيين والمعسكرات الإسرائيلية، فبالتالي هي تخوض حرب أشبه بالسرية منها إلى العلنية. فبالتالي إسرائيل منذ العام 2021 وهي تحاول قدر الإمكان منع تنامي قدرات المقاومة وفشلت. كان هناك ثلاث خطط حقيقة: كاسر الأمواج وطنجرة الضغط وجز العشب، وكل عملية وكل خطة من هذه الخطط رافقها أكثر من عملية اقتحام لمخيمات ولمدن ولقرى. وطبعا تمكنت المقاومة الفلسطينية من التصدي لهؤلاء الغزاة وأوقعت فيهم خسائر وطورت نفسها وما زالت، والآن انتقلت من مرحلة العمليات الفدائية الموجعة وقد بلغت حوالي 6700 عملية منذ مطلع 2023 حتى اليوم، وما زالت مستمرة. ولكن كما قلت لك، هذا التداخل الموجود وهذا يعني أبعد دبابة عن أي موقع فلسطيني لا يتجاوز كيلومتر أو 2 كيلومتر. طبعا حينما نقول دبابة يعني هناك سرايا مشاة يرافقها، هناك طائرات، هناك مسيرات، هناك أجهزة أمنية واستخبارية. فبالتالي مع كل هذه الظروف المعقدة، المقاومة الفلسطينية الآن تستنزف 30% من الجيش الإسرائيلي. هناك إرباك حقيقي، هناك قلق حقيقي. وأنت تعرف أن الضفة الغربية بالنسبة لإسرائيل التي تعتبرها يهودة والسامرة هي خاسرة، هي قلب المشروع الصهيوني. فبالتالي العين عليها دائما وأبدا يعني بشكل مدقق تماما. فلذلك ما يقوم به الأبطال الفلسطينيون اليوم هو التصدي لممارسات الاحتلال. الاحتلال الإسرائيلي الآن قطع أوصال الضفة الغربية، لا يمكن التواصل بين القرية والأخرى إلا بعد المرور على حواجز الإذلال والعقاب الجماعي. بن غفير وسموتريش أعلنوا خطتهم، قالوا أمام الفلسطينيين ثلاث أشياء: إما أن تقبل بأن تكون عبدا لنا، وإما أن تقتل، وإما أن تهاجر. فأمام هذا المخطط الجهنمي، المقاوم الفلسطيني الآن يخوض حرب، يعني حرب عصابات، مجموعات صغيرة تعرف نقاط قوتها، تستخدمها مقابل نقاط ضعف العدو، تكمن، تضرب حينما يمكن ذلك، توقع خسائر وإصابات، تدافع عن نفسها. اليوم مخيم جنين عدد الشهداء فيه يعني تجاوز العدد يعني 12-13 شهيد اليوم. فبالتالي المستوطنين الذين تم تسليحهم بأحدث أنواع الأسلحة الأوتوماتيكية من أجل قتل الفلسطينيين. فبالتالي أنا بتقديري الفلسطيني صحيح أنه يخوض معركة الدفاع عن النفس، ولكن يؤلم العدو الإسرائيلي ويستنزف قواته ويمنعه من تحقيق رغباته. طب إلى أين مآل الأمور لواء واصف؟ اليوم نتحدث يعني عن جنين نابلس، كان الأمر محصورا في جنين، جيوب هنا وهناك، عرين الأسود لم تصدر بيانات واضحة حتى اللحظة، كتائب المقاومة في مخيم جنين، مخيم بلاطة، هي من تصدر البيانات. والسؤال: أين عرين الأسود اليوم؟ كيف سيكون شكل الضفة الغربية في قادم الساعات والأيام؟ شوف أخي محمد، يعني كما قلت، الفلسطينيين والشباب الذي أخذ على عاتقه التصدي للاحتلال وهذه الكتائب هي مقاومة، هي إمكانياتها متواضعة، ليست بإمكانيات جيوش، ولا تملك هي خطوط دفاعية أو مواقع ثابتة. هي يعني تحاول قدر الإمكان الحصول على أسلحة ولو كانت متواضعة، وهي بالفعل متواضعة، ولكن تم هناك تصنيع ما هو أهم من هذه الأسلحة المتواضعة، وهي المتفجرات والتي تستخدمها اليوم، استخدمتها بفعالية وعطبت آليات كثيرة وجرحت جنود، ولكن الإسرائيليين لا يعترفون لا بقتلهم ولا بجرحهم. فبالتالي هذه المقاومة موجعة، ولكن يعني أسلوبها أسلوب حرب عصابات.
يعني غير المواجهة المباشرة، هي دائما وابدا تواجه العدو الإسرائيلي في نقاط ضعفه وليس في مكان من قوته. فبالتالي ربما نشاهدها في الخليل اليوم، نشاهدها في نابلس غدا، ونشاهدها في مكان آخر. المهم أن الجيش الإسرائيلي الآن يطبق على الضفة الغربية بجنوده، بمستوطنيه، بأجهزته الأمنية والاستخبارية، ومع كل ذلك يستطيع المقاوم الفلسطيني أن يتسلل إلى المستوطنة أو إلى طريق المستوطنات ويقنص ويقتل ويجرح ويؤذي ويستنزف ويستنفر. يعني المستوطنين كانوا منفلتين من عقالهم، يعني هذه العمليات الفدائية الآن تربكهم. أما إن شئت هل ستتطور؟ بالتأكيد ستتطور إلى انتفاضة شعبية عارمة. هذا مرهون بممارسات الاحتلال، ومرهون بما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يعني خاض انتفاضتين، والانتفاضة الثالثة على الأبواب، لما لا؟ هناك من يسأل ماذا أنت تتحدث لما لا، والوضع يقول اليوم أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على أهلنا في الضفة الغربية، وأنت قلت أنها مقطعة الأوصال اليوم، والاحتلال يعني يراقب كل شاردة وواردة في الضفة الغربية. والانتفاضتين الأولى والثانية اللتان برعتا في مقاومة الاحتلال، وكانت في نفس الظروف، كانت مقطعة الأوصال، كانت يعني السواتر الترابية تمنعك الخروج من قرية إلى أخرى، وكانت الحواجز العقاب الجماعي منتشرة، ومع كل ذلك كان هناك انتفاضة، وكانت هناك عملية سور واقي، اجتياح الضفة الغربية بالكامل بالجيش الإسرائيلي، حوالي 130 ألف جندي إسرائيلي اجتاحوا الضفة الغربية عام 2002، ومع كل ذلك لم تتوقف المقاومة ولم تتوقف العمليات الفدائية. حينما أقول لك 6704 عمليات فدائية منذ بداية العام 2023 حتى اليوم، فبالتالي صحيح إنه الضفة الغربية لأنها منتشرة، ويعني العمليات يعني متقطعة، ليست كما هي الحال في غزة. غزة يعني مسرح عمليات مقاومة في مواجهة جيش، صحيح هذا غير متوفر في الضفة، لأنه الضفة الغربية كما قلت لك هناك تداخل. يعني أبعد مكان في الضفة الغربية عن الثكنة العسكرية أو عن المستوطنة أو عن مركز الأمن والاستخبارات الإسرائيلية لا يتجاوز كيلو أو 2 كيلومتر، يعني بمعنى أنهم مسيطرين على الهواء الذي نتنفسه. ومع كل ذلك يستطيع المقاومين أن يستبسلوا ويوقعوا خسائر وينفذوا عمليات. نعم، طيب أنت تحدث أن انتفاضة ثالثة قد تكون قريبة اليوم في الضفة الغربية، والسؤال كيف سيكون رد فعل الاحتلال على انتفاضة ثالثة، وأيضا سؤال بخبرتك العسكرية، لماذا صمت عرين الأسود حتى اللحظة؟ ماذا يخبئ عرين الأسود؟ شوف أخي العزيز، يعني لنأخذ مثلا طوفان الأقصى، هذا الإعجاز العسكري، ما الذي جعله ينفذ عمليته ببراعة؟ أولا 3 سنوات من الإعداد والتدريب والتخطيط ومعركة عقول وأدمغة وتضليل للعدو وخدعة استراتيجية، ومن خلالها استطاع أن ينفذ هذه العملية وبرع فيها 1200 مقاتل هزموا 10,000 جندي إسرائيلي. فبالتالي نحن أمام مقاومة لها تكتيكاتها، لها استراتيجيتها، لها خططها، كما هو العدو لا يعلن أحيانا. يعني لاحظ الأخي محمد هلا في قطاع غزة، الإسرائيليين لا يعلنون أي شيء عن عملياتهم العسكرية ولا عن قتلهم. يعني هناك صحفي اسمه مردخاي أعلن عن قتل الإسرائيليين في المستشفيات وتم اعتقاله. فبالتالي نحن أمام خطط واستراتيجيات، هذه الاستراتيجيات يعني نثق بها، نجحت في السابق، يعني منذ عام 2021 حتى اليوم، يعني 3 سنوات متتالية متعاقبة، 3 خطط عسكرية تم إفشالها للعدو الإسرائيلي. 4 رؤساء هيئة أركان تناوبوا على وقف نمو وتطور المقاومة الفلسطينية ولم يفلحوا. هؤلاء الشباب الصغار بالسن، هؤلاء من أعمار الانتفاضتين الأولى والثانية، هم الذين يقودون الآن العمليات الفدائية ويستطيعون تضليل الأجهزة الأمنية والاستخبارية والجيش الإسرائيلي و4 رؤساء هيئة أركان، ولم يفلحوا في وقف نمو وتطور المقاومة الفلسطينية، وهي تبرع الآن. وأنا أعتقد أنه لديهم العديد من المفاجآت، ولكن كل شيء في وقته.
كل شيء في وقته. أشكرك كل الشكر لواء واصف عراقات الخبير العسكري على اللقطة، على تطورات ما يحدث في الضفة الغربية من اقتحامات لنابلس وجنين شهدناها اليوم.